في وجهة نظري أن معظم المدراء يحتاجون قبل أن يتولون مناصب الإدارة إلى دورتين، دورة في القيادة أو على أضعف الإيمان في الإدارة. يجب أن يفهم ما معنى الإدارة، إيش معنى أني أدير الناس، كيف أدير الناس، ولازم يعرف مراتب الإدارة ويعلم أن الخوف هو أضعف درجات الإدارة وأن التقدير ويحترم هو أعلى درجات الإدارة علميا. والدورة الثانية اللي لازم يأخذونها، لازم يأخذون دورة تمارين الرقبة. تمارين الرقبة بحيث أنه إذا 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 جوه المراجعين أو الموظفين ما يقعد يسوي، هو يعتقد أنه بهذا الأسلوب يملك مكانه ويؤدي شيء عظيم. الحقيقة أنه يمثل ما قاله الشاعر القديم حميدان الشويعر، يقولوا منهم سوى تديت رزة عنقة وكل المواقف يتقي عنها وراء. لذلك أنا أطلق على هذا النوع من المدراء المدير الديك، وعلامة هذا المدير أنه يرز رقبته طلبا للجاه وطلبا للمكانة غباء. والحقيقة أنه اختبار هذا النوع من المدراء بسيط جدا، اسأله أي نقطة نظامية أو اسأله أي شيء في الثقافة الإدارية أو اسأله في الثقافة العامة، سوف يتحول رزة الديك والصوت المزحمر هذا إلى فعلا. والله العظيم أنا أتكلم بواقع يعني، وشيء ملموس وشفناه وجربناه. أيها المدير الديك، عشان تدير الناس بشكل جيد، اقرأ عن مراتب ودرجات الإدارة واعلم بأن مرتبة التقدير والمودة هي أعظم وأقوى درجات الإدارة. أحد المؤلفين اليابانيين قد قال: اجعل مرؤوسوك مثل أبنائك، سوف يتبعونك إلى أعمق وادي. أنت لست مدير أصلاً إلا بهم، وإذا هم ما يبغون العمل ينجح ما راح ينجح. أنت ما تستطيع، عندما تعتقد أنك تستطيع النجاح بمفردك فأنت غبي. واعلم أن الرزة والصوت الخطير هذا لا تغني من الحق شيئا، وأن خير ما يكسبك المكان وهو عملك. ما هو ترزراز على لاش. كفانا الله وإياكم المدير الديك.